نحن كوقف المرأة الحرة في سوريا نعلن عن قيامنا بحملة فكرية وصحية بمركز الوقف في قامشلو وضواحيها، وكذلك في مكاتبنا في ديريك وحسكة، علما بأن الحملة الفكرية سوف تكون بعنوان المرأة والعائلة، لأن المرأة لا تزال تعاني الكثير من الضغوطات في المجتمع، وهذه الضغوطات تجعلها ضحية للعنف. أما بالنسبة للحملة الصحية فيها بعنوان تجديد فيروس كورونا التي أصبحت تجدد نفسها بين حين وآخر، وذلك بسبب إهمالنا للعادات الصحية المطلوبة، سوف تشمل الحملة للجنسين المرأة والرجل معا، وهي على مدار 3 أشهر تبدأ 2/6 ولغاية 30/8.